تريده أن يختفي؟ أرسله إلى مصر. تعرف على أقبية الجحيم في السجون المصرية. كانت أياما كالأعياد لأجهزة الاستخبارات الأمريكية. نوفمبر تشرين الثاني لعام 2011، لقد وقع أول قيادي جهادي بهذا المستوى المرتفع في أيديها. اسمه محمد عبد العزيز الفاخري، ويعرفه الجميع باسم ابن الشيخ الليبي، قيادي بارز في تنظيم القاعدة العالمية حينها. بعد صراع طويل، استحوذت المخابرات المركزية الأمريكية CIA على الليبي، وقررت أن هناك بقعة واحدة فقط جحيمية بما يكفي لاستجواب الفاخري. وقبل ترحيله بلحظات، همس في أذنه ضابط استخبارات أمريكي: ستذهب في رحلة بلا عودة. عندما وصل الفاخري إلى وجهته، أدرك أن الجحيم كان وصفا مستحقا تماما، فتم حبسه في صندوق مساحته 50 سنتيمترا مربعا فقط لمدة 80 ساعة. وعند إخراجه تعرض مباشرة لحفلة كبرى من الضرب المبرح. خضع الليبي لمسار تعذيب غير آدمي دفعه إلى الاعتراف بتعلمه استخدام السلاح الكيماوي على يد صدام حسين ومحاولة تفجير السفارة المصرية باليمن. تعذيب ربما كان ليدفعه إلى الاعتراف بأنه صدام حسين نفسه. لم تحتمل وجهة الليبي أي خيارات أخرى، لقد ذهب إلى أقبية الموت المصرية. تأسست شبكة سجون مصر الحديثة أثناء الحرب العالمية الثانية على يد بريطانيا، انطلاقا من المعسكر الكبير بحي المعادي. في ذلك السجن تم تطوير أساليب التعذيب المستخدمة حتى اليوم من قبل المخابرات وأجهزة الأمن المصرية. الضرب، الحقن بمواد تسبب الهلوسة كالثيروكسين، والتحطيم النفسي بإجبار السجناء على حفر قبورهم. كما أسس البريطانيون جهاز البوليس السياسي الذي يعد نواة جهاز أمن الدولة، الذي توسع نفوذه في عهد الرئيس المخلوع مبارك والمستمر حتى الآن بعهد السيسي بمسمى الأمن الوطني. خلال حقبة ما قبل مبارك وحتى في العهد الناصري، ظل القمع محصورا في المعارضين، لكن العقدين الأخيرين في عهد مبارك شهد توسعا شديدا في نطاق القمع وأدواته، وتطورت السجون المحلية لتتحول إلى شبكة عملاقة. يأتي على رأسها سجون وادي النطرون وأبو زعبل وليمانطرة، ثلاثي يعتقد أنه استخدم ليس لاحتواء معتقلي مصر فحسب، بل كسجون سرية تابعة لبرنامج التسليم الاستثنائي بشراكة مع المخابرات الأمريكية. وكلاء أجهزة الأمن العالمية للتعذيب والاحتجاز. تحول سجون مصر من المحلية إلى العالمية. بعد قرار بيل كلينتون عام 1995 السماح لوكالة الاستخبارات بإرسال مشتبه بهم إلى بلدان أخرى للقيام باستجوابات غير آدمية تمنعها القوانين الأمريكية، كانت مصر هي القبلة المثلى. فهي حليف استراتيجي لأمريكا وثاني أكبر بلد مستفيد من المساعدات الخارجية الأمريكية بعد إسرائيل. وبالفعل استقبلت مصر الجزء الأكبر من المطلوبين لواشنطن. ستجد أسماء مثل طلعت فؤاد القاسم الذي اعتقلته كرواتيا وحولته الاستخبارات الأمريكية إلى مصر، اختفى تماما. وشوقي سلام عطية المعتقل مع 4 أشخاص آخرين في ألبانيا عام 1995 قبل ترحيله إلى القاهرة، ليتعرض هناك لتعذيب عبر صدمات كهربائية في عضوه التناسلي. بعد وقوع أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 أخذ دور سجون الوكالة المصرية يكبر أكثر فأكثر، لتطول لائحة الزوار الجدد القادمين من جميع أرجاء العالم مثل السويد وباكستان وأفغانستان. خلف كل ذلك كان هناك رجل واحد، خازن الجحيم المصري، الجنرال عمر سليمان، عمود نظام مبارك الأمني ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية منذ عام 1993. يعد قائد التنسيق المصري الأمريكي والرجل الذي حول سجون مصر إلى أقبية للموت حرفياً. عرض سليمان على الأمريكيين إرسال ذراع شقيق زعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري كاملة للتأكد من حمضه النووي، لكن CIA أخبرته بأن قارورة دماء صغيرة تكفي.
مثل سليمان ذراع مبارك اليمنى الذي وصل عدد السجون في عهده إلى 43 سجناً مشدداً و120 سجناً مركزياً للأحكام البسيطة، إضافة إلى المئات من مراكز الاحتجاز والتوقيف. الاستثمار في القمع، السجون ما بعد الثورة. إذا سمعت ببلد يغلق سجونه فبالتأكيد لن يكون مصر. نجحت الثورة المصرية في إسقاط مبارك، لكنها لم تنجح في السيطرة على شبكة السجون الكبرى. ثم جاء الانقلاب العسكري عام 2013 بعشرات الآلاف من المعتقلين. في السابق بلغ عدد السجناء الرسمي 40,000، وبحسب جهات مستقلة وصل هذا العدد إلى 106,000 سجين، بينهم 16,000 معتقل سياسي أواخر عام 2016. وبما أن عدد السجناء يرتفع فعدد السجون يرتفع أيضا، ليبلغ 189 سجنا وليمانا بعد أن كان 165. وفي عهد السيسي وحده أضيف 21 سجنا وليمانا معلن عنها، علاوة عن 320 مقر احتجاز كامل. وعلاوة على هذه السجون، تنشئ مصر في عهد السيسي سجونا سرية تشبه الثقوب السوداء، من يذهب إليها يختفي بلا أثر، وفيها ستجد أشكال تعذيب لم تسمع بها في حياتك، كالصاق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، والاعتداء الجنسي، والتعليق في الهواء، وخلع الأظافر، والشواية. خارطة السجون السرية. السجون العسكرية يبلغ عددها 10 إلى 12 سجنا ومعسكرا. سجن العزول العسكري يقع داخل مقر الجلاء العسكري على بعد 63 ميلا شمال شرقي القاهرة، يضم 400 معتقل. تم توثيق سجن نحو 1000 شخص فيه ما بين عام 2014 و2016. وفي نفس المكان سنجد أيضا سجن المقر وسجن العزول الجديد، معسكر عجرود العسكري بالسويس، وفيه سجن السرداب، سجن الكتيبة 101 يقع في العريش شمال سيناء. معسكرات الأمن المركزي يبلغ عددها نحو 30 معسكرا، تتوزع على العاصمة والزقازيق وبنها وأسوان ودمنهور وبورسعيد والإسماعيلية. مباني الأمن الوطني مثل مقر مباحث الأمن الوطني بلا زغلي ومقر الأمن الوطني في الجيزة. معسكرات قوات الأمن تنتشر بالعشرات في جميع المحافظات المصرية، مثل معسكرات أمن الهايك ستيب وقوات أمن الجبل الأحمر وقوات أمن الجبل الأخضر. وسط كل هذه السجون، أين يقبع القانون؟ القانون المصري نفسه هو من يشرعها ويحميها. فتشريع السجون الصادر عام 1956 يسمح بإنشاء عدد غير محدود من السجون الخاصة التي اختفى فيها آلاف المصريين منذ زمن جمال عبد الناصر وحتى اليوم. وبدلاً من أن يقل عددها كما في هولندا، تتوسع مساحاتها وتزداد أعدادها في تطبيق جحيمي لمقولة هناك متسع دائم للجميع.